盛大な拍手でお迎えください。第9回アラブジャパンで開催にあたり、中日アラブ外交団を代表いたしまして、アブドラハマン・アル・ウタイビクウェート国大使よりご挨拶を申し上げます。なお、スピーチの翻訳文は生の通訳を介さずにステージの両側のスクリーンに表示されます。ワナフタテヒルハフルビカリマットラヒブミンマジリスソファラアルアラブビリャバンヤルキーハサアダスサフィールダウラテルクウェイトالسفير عبد الرحمن العتيبي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس الوزراء سيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كومباوا. يسرني بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي السفراء دول عربية في اليابان أن نعرب لمعاليكم عن أسمى آيات التقدير والاحترام لتشريفكم الاحتفال باليوم العربي الياباني، مما يعكس حرصكم على توثيق عرى التعاون والشراكة بين اليابان والعالم العربي. وفي هذا المقام يشرفني أن أنقل لمعاليكم تحيات قادة الدول العربية وتمنياتهم لليابان الصديقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وتطلعاتهم إلى تفعيل أواصر التعاون بين اليابان والعالم العربي. لقد شهدت علاقات اليابان بالعالم العربي قفزة نوعية في التطور والنمو نتيجة للجهود المشتركة من كلا الجانبين وحرصهم على تطوير هذه العلاقات إلى المستويات المتوخاة. ولعل الزيارات المتبادلة بين معاليك وبين قادة الدول العربية والزيارات المتكررة أيضاً بين كبار المسؤولين قد أثمرت في ارتفاع وتيرة التعاون على كافة الأصعدة. ولعل هذا الزخم الذي يميز علاقات الطرفين نابع من إدراكهما لأهمية التعاون المشترك ولضرورة إقدامهما على نحو منتظم على استكشاف آفاق نرحب من التعاون، من شأنه أن يفضي إلى قامة شراكة استراتيجية تتأسس على الإرث الحضاري والتاريخي للطرفين. معالي رئيس الوزراء، الضيوف الكرام، تظل الحاجة قائمة لتطوير المؤسسات لتنهض بمهام التواصل البناء والمثمر على كافة الأصعدة. والمنتدى الاقتصادي العربي الياباني هو ثمرة الجهود المتبادلة بين الطرفين. إن الدول العربية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتتطلع إلى الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، وذلك بتعميق التعاون في مجال التعليم وبناء القدرات البشرية وتحسين البنى التحتية وتطوير التكنولوجيا الصناعية والطاقة المتجددة والزراعة وتحفيز إقامة المشروعات المشتركة في القطاع الخاص ودعم التواصل بين الهيئات الفكرية والعلمية والثقافية. معالي رئيس الوزراء، تتوجب الإشادة بالأدوار المتميزة التي تقوم بها الدبلوماسية اليابانية النشطة على الصعيد الدولي من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وترأسها العام الماضي لمجموعة الدول الصناعية السبع، بالإضافة إلى مبادراتها البناءة فيما يتصل بجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية الدولية المستدامة والتخلص من الأسلحة النووية، وهي أدوار تنسجم وتوجهات اليابان المبدئية القائمة على احترام الشرعية الدولية وأهمية العمل الجماعي في صون السلم والأمن الدوليين. إن هذه الحقائق تدفعنا إلى أن نلتمس منكم يا معالي رئيس الوزراء ومن اليابان الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة مهمة في اتجاه التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، حيث أنها مؤهلة لذلك تأسيساً على مكانتها الدولية واحترامها لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، لدعم وتكثيف الجهود الدولية الهادفة لاستئناف المفاوضات على أساس المبادرة العربية ومقررات الشرعية الدولية. ختاماً، نجدد الإعراب والتقدير لمعاليكم، ونتمنى لحكومة وشعب اليابان الصديق مزيد من التقدم والرخاء. شكراً جزيلاً على أنصاتكم. شكراً جزيلاً. 続きまして、本日の周辺でいらっしゃいます安倍総理大臣よりご挨拶を頂戴いたします。
ويطيب لنا أن نستمع الآن لكلمة من معالي دولة رئيس الوزراء السيد شينزو آبي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم.皆さん、こんばんは。安倍晋三でございます。本年もアラブジャパンデーレセプションにお招きをいただきまして、大変光栄に存じます。この部屋に入ってくると、美味しそうな匂いがしてまいりまして、アラブ料理、まるでドバイやカイロや、あるいはドーハにですね、行ったような雰囲気になりました。Ladies and gentlemen, good evening. This is Shinzo Abe. When I first enter this room, it just smells good of the very delicious Arab cuisine. I feel like I just have stumbled into Dubai, Cairo, or Doha. 私とアラブ各国の首脳との間の頻繁な会談を通じ、近年日アラブ関係が大きく発展していることを大変嬉しく思います。I'm very honored to be joining this Arab Japan Day reception. It also gives me a great pleasure to see the recent significant development of the Japan-Arab relationship with my frequent meetings with the leaders of the Arab countries at its core. 昨年5月にはジャイビル・クウェート首相を、そして11月にはアブダッラ・ヨルダン国王陛下を、そして先月はサルマン・サウジアラビア国王を日本にお迎えいたしました。Starting with the visit of His Highness Prime Minister Jarbil of Kuwait to Japan last May, I had the privilege of welcoming His Majesty the King Abdullah of Jordan in November last year. And just last month, I had the honor of receiving His Majesty the King Salman of Saudi Arabia. TICAD 6の際には、ゲレ、ジプチ大統領、国連総会の際には、タミーム、カタール、市長、G20 の際には、LCC、エジプト大統領にもお会いし、それぞれ大変有意義な意見交換を行うことができました。I was also fortunate to have a number of such meetings in various other settings, including with His Excellency President Gele of Djibouti on the occasion of TICAD 6, with His Highness Emir Tamim of Qatar on the occasion of the UN General Assembly, and with His Excellency President El-Sisi of Egypt on the occasion of the G20 Summit. All of these meetings with these leaders were productive and very meaningful. 日本はアラブと中央が最善の精神をはじめ多くのことを共有しています。伝統を大切にし、そして中央を尊ぶ考え方は双方の生き方の根本にあります。地理的な距離を超え、近くて深い関係にあり、多くの可能性にあふれています。 Japan and Arab share many things in common, including our spirit.The best way is to go in the middle. Cherishing the tradition and respecting moderation, we share strong commonalities in our fundamental approaches to life. Our ties are beyond our geographical distance, close and deep, filled with many possibilities. 今後も日本とアラブの関係がますます深まっていくことを期待をしております。私は今回このアラブジャパンでレセプション、おそらく5回目の出席となるのではないかと。日本の総理大臣としてはもちろん新記録でありますが、ぜひ6回目も実現したいと、こう思っております。I conclude my words by hoping and that I'm very confident that Japan and Arab countries will continue to nurture and deepen their relationship for the future to come. Actually, as a Prime Minister of Japan, I think this marks the fifth time of my attendance at this reception, and this is a record high as a Prime Minister of Japan, and I'm keen to continue to make my record.Attending the sixth year. このレセプションの場でですね、多くの皆様が交流し、さらにアラブと日本の距離が近づいていくことを期待いたしまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。And once again, I close my remarks by hoping that through this reception and those occasions, the people who are gathered here tonight will continue to have exchanges to make the distance of Japan and Arab even closer to the future.ありがとうございました。Thank you very much. シクランジャジーラン。Thank you. 安倍総理大臣、ありがとうございました。シクランジャジーラン。どうぞ皆さん、このステージをご覧ください。ご注目ください。
ご覧のステージの上で遊牧民のテントとその中にアラビア諸島が展示されております。これより記念撮影を行いますので、アラブ各国大使どうぞステージの上にお上がりください。ここで、これまでにアラブ諸国との関係発展において、多大なご尽力されている安倍総理大臣に、駐日アラブ外交団よりアラビア諸島の記念品が贈られます。贈呈される記念品は、歩き続ける人こそ目的地にたどり着ける、継続は力あり、を意味とするアラブの格言を記したものです。それでは記念撮影をお願いします。ありがとうございました。これより安倍総理大臣がご退場されますので、どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。